20 20 تم القبض على محسن القذافي يوم 20/10 يوم الخميس مع حلول الساعة 9 تمت شراذ قوات القذافي والمعتصم بالهجوم على كتيبة الأسد والنمر وأسود الوادي، حيث متمركزين في مكان في سرت منطقة السيدس وفندق المهاري، حيث أن هذا المنفذ الوحيد الذي يتخيلوا أن هم بيهربوا منه، والحمد لله فضل ربي تم القبض عليه من ثوار ليبيا. وهذا الكلام منقول لكتيبة 17 فبراير في بنغازي، والحمد لله ثوار ليبيا تم القبض بالكامل. محمد علي حسين النفي ومصطفى الفقهي، صحيح صحيح، محمد الدرويش ومحمد الخمسي رمضان رمضان النمر، محمد الشوشني، محمد الشوشني من قمص. الحمد لله والله اكبر. صور يا عبود هنا المقطع مضبوط ان شاء الله يتم اعدام الشردومه. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر 16 مقطع. الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله بفضل ربي انعمنا. ربي اعطيه ميه محمد، شوف ميه غاشي غنية. صورتها نزل لقطه، نزل لقطه. الله اكبر ولله الحمد. اعتصام المعتقل، شويه تم اعتصام المعتقل، تم اعتصام المعتقل عليه ميه. نعم في المصرات يعطونا حوش خلونا هنا. تم قبض عليه ميه هو وابيه. مو ماتوا بالله عليك من قبل كتيبة الوادي وكتيبة النمر. كتيبة أسود الوادي والنمر. أسود الوادي والنمر. واحد منتمين إليها من بنغازي محمد حسين النفي، حيث أحيي في يوم 5/4 وقتل في مدينة مصراتة مدينة سمو. هو أحد مقاتلينا. وأنا أحد مقاتلي وكتيبة أسود الوادي من مدينة الخمس. الله أكبر. مع تريس مصراتة. ولله الحمد. قبضنا على الجردان، الجرد الشارف الكبير وولده المعطف. الله أكبر. تم القبض عليهم. الله اكبر. تم القبض عليهم جيدا. الله اكبر. رمضان تم اعدامه رسمي يا رسايل. يقوم ميت هو. معمره.